إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد على أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت إلينا خير كتبك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك واجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتاب العزيز. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما ونورا وهدى، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه، ولا تجعلنا ممن يحل حرامه ويحرم حلاله. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدودا ولا تجعلنا ممن يقيم حدوده ويزني ممن يقيم حروفه ويضيع حدودا. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا افرغ علينا فضلا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.